مراكز الطفولة المبكرة بمكتب دياكونية للتنمية تنظم حملة توعية لمكافحة عمل الأطفال. ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، نظمت مراكز الطفولة المبكرة بمكتب دياكونية للتنمية التابع للإبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك حملة توعية لمكافحة عمل الأطفال، وذلك تحت إشراف الأب كيرولوس نظيم مسؤول مكتب دياكونية للتنمية، حيث تمت الحملة بكل الحضانات التابعة لمكتب دياكونية يومي الأحد والإثنين الموافق 13 و14 من الشهر الجاري. تأتي حملة التوعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الموافق 12 من شهر يونيو، وإيماناً من دياكونية بأهمية حصول الأطفال على طفولة سوية والتوعية المجتمعية بها.